وده يكون سؤال كابتن احمد عبد الفتاح. بقى في شعور عند كتير من جمهور النادي الاهلي ان احنا بندي فرصه للفرق تتجرأ علينا، يعني ايا كان مستواها. ماتشات ممكن تبقى سهله من وجهه نظر الجمهور قوي، فتلاقي الفريق اللي بيلعب معاك ند للند، انك انت تبقى متقدم حتى ولو ما بتقدمش احسن اداء في الدنيا، بس تبقى متقدم والمباراه تحت ايدك وتروح منك في الدقائق الاخيره. دي برضو حاجات قلقه الناس ومضايقاها كابتن احمد. بص يا ابو حميد، هو يعني انت برضو عايز اقول لك ان المشجع الاهلاوي ذكي، المشجع الاهلاوي برضو بيفهم وعنده من الموسم اللي فات في خلفيات حصلت، بيحصل نفس السيناريو السنه دي. انت عارف احنا خسرنا الدوري السنه دي بنفس السيناريو بتاع مباراه امبارح، ماتشات كتيره جدا لو احنا المتفوقين وانت بادئ المباراه بدايه جيده جدا والتفوق ليك وجايب هدف والماتش ما فيهوش مشكله خالص، وتيجي تحس بقى انت تدخل الفرقه في المباراه، الفرقه ترجع يحصل تعادل. الدوري الموسم اللي فات خسرت حوالي 12 او 15 بونت بالشكل ده، كلها تعادلات بالشكل كده، بتكون انت متفوق، مش بتكون البدايه مثلا انت خسران وترجع للمباراه فتبقى مبسوط ان انت رجعت للمباراه، لا انت بتبقى كسبان وبتفرط في المكسب، وده خسرتنا بطوله الدوري، رجعنا بعد كده بطوله الكاس، بطوله السوبر، خسرت السوبر. البطولتين دول برضو خلت المشجع الاهلاوي مفيش ثقه شويه في مع الفرقه، قلقاه شويه، في ردود افعال قويه جدا مع تمديد عقد مستر موسيماني وكلام كتير في العقد بتاعه، هيقعد هيمشي، في حاجات كتير، في كلام كتير في وسط الفرقه. بدايه المباراه امبارح الحاجات دي اكيد بتاثر، اكيد اكيد طبعا، اكيد طبعا بتاثر اولا على الجهاز الفني او مستر موسيماني نفسه وعلى الفرقه وتشكل الفرقه. بدايه كل ده كان في الاعلام بس يا كابتن احمد، يعني بص كل ده بص الموقف اللي حصل في نهايه الموسم، خساره السوبر والخصم اللي حصل هزت مستر موسيماني شويه. انا حاسس ان اداره النادي الاهلي حبت تديله الثقه، بدات تكلمه في تجديد العقد من دلوقتي مع ان الموسم لسه طويل ولسه في سنه في عقده، فحبت تديله الثقه، لا احنا ايه ده موقف حصل لكن يعني احنا متمسكين بيك، لا احنا عندنا ثقة فيك وانت راجل واخد بطولتين افريقيا وحاجة ما شاء الله، يعني حاجة نتمنى ان تبقى الثالثة السنة دي، تبقى حاجة كبيرة جدا لفرقة النادي الاهلي. فحبت تديله الثقة دي، حبت تديله لا انت معانا، يعني لا ما تفكرش ان احنا بنفكر، هي دي النادي الاهلي او مجلس ادارة النادي الاهلي بقيادة كابتن الخطيب بيحب يدي الاستقرار للجهاز الفني وكل اللعيبة. فهو ده اللي حصل قبل المباراة، وبدأت فعلا وانت نزلت المباراة، على فكرة المباراة كانت سهلة جدا، بس المشكله ان النتيجه او الهدف اللي انت احرزته في الاول هي اللي وصل الفرقه بالشكل كده. خلاص انت جبت جون وحسيت ان الفرقه سهله هتكسب اي وقت، اللعيبه في المباراه حصل فيها شويه ثقه زايده، يعني من وجهه نظرك كابتن بالظبط ثقه زايده، حسوا ان الفرقه سهله، حسوا انه هيكسبوا اي وقت، لان بعد الهدف كمان وصلت كوره واديني انفرادات، لكن انت اللي دخلت الفرقه المباراه، دخل فيك هدف، وقبل الهدف كمان كان في اخطاء دفاعيه غريبه جدا وانفرادات، لكن برضو كنت في المباراة. احنا مش بنتكلم برضو ان النتيجة ايجابية، واحد واحد دي نتيجة ايجابية. انا قلت الناس مش متضايقة من النتيجة، لا مش النتيجة خالص، لا لا الناس بتتكلم على الاداء، بس هتكلم على الاداء. الاداء برضو عندك عوامل كتيرة بتوصلك للاداء، ايه هي؟ انت لسه في بداية موسم، لسه تشكيل ما وصلتش، بتلعب بمجموعة 80% من المجموعة اللي موجودة من السنة اللي فاتت، بس طريقة لعب مختلفة بعدم وجود قفشة مثلا، بتلعب بطريقة 3 ديفندرات، دي الطريقه اللي بتلعب بيها النادي الاهلي. انت لعبت الترجي بنفس التشكيل ده، هو ده اللي بتكلم، ده الطريقه اللي انت بتلعب بيها في افريقيا، ولعبت مع الترجي في ارضه وملعبه وعملت ماتش ولا اروع اداء ونتيجه، وهو ده الطريقه اللي عملها في الدقيقه 70 لما نزل بدر بنون وحدف ايمن اشرف في الجنب الشمال وطلع علي معلول. دي الطريقه اللي هو مستحبه ليه، وهو يعني برضه مستر موسيماني، هو انا كمدير فني بحط السيناريو للمباراه، لكن في ساعات بتبقى متغيرات، وانا كسبان انا خسران، كل مدير فني بيحط السيناريو هو، لكن هو مستر موسيماني من المديرين الفنيين اللي ما بيغيروش السيناريو بالنسبه له باي نتيجه، ملوش دعوه الفرقه قدامه تلعب ازاي، هو كان محضر التغييرات، كسبان خسران متعادل كان محضر الاسلوب ده يلعب بالشكل ده. حتى كمان لما دخل فينا جون كان مصمم ينزل بدر بنون ويخلي ايمن اشرف ويدي معلول حريه يشتغل في الجنب مكان طاهر محمد طاهر، فهو ده الشغل الفني اللي هو كان محضره، بيجرب كذا طريقه مش عشان الماتش ده، لا هو بيبص لقدام، هو برده عنده ثقه ان الفرقه دي مش هي اللي هتعطل النادي الاهلي.